الموضوع التاني اللي شغل السوشيال ميديا شيكابالا. ايه المشكلة ان لعيب ما راحش التمرين؟ لعيب اعتذر عن التمرين، يو انا تعبت، الناس بتقعد تبعت لي من السوشيال ميديا شفت وشيكابالا وشيكابالا، خلاص عرفت شيكابالا اعتزل، ده شيكابالا ما اعرفش ايه، ده شيكابالا مش هيلعب ماتش الجاي، ده شيكابالا بيقولوا له خلاص بطل، ده شيكابالا ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ لدرجه ناس نزلت بوست فيك لشيكابالا، ناس كتبت ان شيكابالا ما جاش التمرين على واعتذر او نفسيته وحشه او متدمره قوي، فقام منزلين لشيكابالا باسم شيكابالا بوست اهو، انا واخد اذن من الجهاز الفني للغياب عن التمرين لظروف شخصيه، ودي رساله للقزم اللي بيقول اني غبت عن التمرين عشان نفسيتي وحشه من مش هكمل يعني. كلام فارغ، ده بوست فيك. فانا ليه بوريته لكم؟ عشان مش كل حاجه هتنزل على السوشيال ميديا تجري وراه. شيكابالا نفسيته سيئه طبعا، زي يحيى عطيه الله ما كان نفسه، كانت نفسيته صعبه بعد ما ضيع البنالتي في السوبر الافريقي، وسام ابو علي وقعد كولر يتعامل معهم فتره من الناحيه النفسيه عشان يخرجهم من الحاله اللي هم فيها. انت بتتكلم في ايه؟ لقب وضيعت في كل حاجه في الكوره ونجوم ضيعوا، بس احساسك انت اللي مضيع بيبقى صعب مش سهل. فاللعيب كده كل الناس بتضيع ونجوم كبار وكل حاجه، بس اللعيب بيتاثر جدا جدا. فشيكابالا ما جاش التمرين، ايه المشكله يعني؟ يعني في الاخر يا عم جبت اجيب اذن، ما جاش باذن، اتخصم منه وما اتخصمش، دي كل دي اجراءات طبيعيه بين اللعيب ونادي ومدرب يعني. انما الزيطه على السوشيال ميديا ما لها حد، ما لها حد. انا ما بحبش المبالغه يعني، انا عن نفسي ما بحبش المبالغه، لو اول ما تحصل حاجه امسك ده وامسك ده وامسك ده واخبط اخبط 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 اخبط، ما يصحش. عمر ما كانت المنافسه كده. الجامد يعني انا جامد اقول له انزل بكل نجومك وبكل اوراقك وتعالى لي وانا دغدغك، يعني الاهلاوي الجامد يبقى عايز الزمالك ينزل بكل اوراقه ونجومه، الزملكاوي الجامد يبقى عايز الاهلي ينزل بكل اوراقه ونجومه. حلو كده؟ انا من المدارس دي، انا راجل منافس على الهوا، كل البرامج تيجي باقوى حاجه عندها، دي منافسه، والجمهور بيقيم والشاطر يكمل وهكذا. فده يعني من الموضوعات اللي دمها ملهاش معنى يعني، يعني انك تمسك في شيكابالا وتقعد تالف قصص وحكايات وروايات، ده حاجات ملهاش معنى. بكره الموضوع بتاع الثلاثه اللي هم محجوزين في الامارات، بكره ان شاء الله الحكم صباحا، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد مدير الكوره، ان شاء الله الامور تنتهي على خير باذن الله. وموجود في الامارات الكابتن حسين لبيب، وموجود الكابتن حسام المندوه امين الصندوق، وان شاء الله الامور تستقر وتنتهي على خير باذن الله، ويجيبوا الاولاد ويرجعوا باذن الله بعد الانتهاء من المحاكمه ان شاء الله يعني. ويبقى درس كبير ان الامور دي ما تتكررش، مش بس ليهم، لاي حد يفتكر ان التجاوز شطاره. اوعى تفتكر ان التجاوز شطاره، والخناق واوعى وامسك واضرب. نفسي حد يفكرني اخر مشهد زي ده في اوروبا في الانديه الكبيره كان امتى؟ يعني حد كده يخش لي يطلع لي يقول لي اخر مشهد زي ده مثلا لليفربول كان امتى؟ ولا في ريال مدريد كان امتى؟ خناقات وضرب ومع منظمين وما اعرفش ايه، يعني ما بقاش في الدنيا في كده خالص يعني خالص. فعايزين نبطل بقى فكره انه الشتيمه شطاره وحق في الجمهور حتى في كل حاجه، وانه اللي يعني اللي بلطك ده الجامد وده اللي بيحب النادي اكتر، واللي بيقول الفاظ يبقى ده اللي بيحب النادي اكتر، واللي بيقعد يتريق على الخصم ده اللي بيحب النادي اكتر. انت عارفين مين اكتر حد بيعجبني في الزمالك في تصريحاته؟ جوميز. ايه رايكوا بقى؟ اكتر واحد في تصريحاته جوميز، يعني دايما بيقدر الخصم بتاعه اهلي او غير اهلي ويديله حجمه الطبيعي، وما يكسب ما يبالغش، مهما يكسب مين ما يبالغش في الفرحة ولا التريقة ولا، خد بالك يعني ليه؟ لانه هو راجل رياضي وفاهم، وفاهم الكرة بمعناها الطبيعي مش بالمعنى التحفيلي وبمعنى الكلام اللي بيحصل عندنا على السوشيال ميديا.
اتمنى خلاص بقى يعني نبطل الطريقه دي ونفهم ان التقدير والاحترام والالتزام باللوائح وبالنظم ده اهم من المكسب. خد بالك ده اهم من المكسب، لان الانضباط هو اللي هيوديك للمكسب.